نعرف اخ سليمان كيفرش حدايا في السوق. بوبري مشى يدبر يطرف الخبز ديالو مشى يفرس وزبر داك الشخص واقف مفرش له في البلاصه ديالو. هضر معاه الادب قال له صاحب حايد لي بلاصتي باش نفرش فيها انا كنجي ندبر يطرف الخبز. قال له اخر ما بغاش يحسبها في شكالو. المهم وقع واحد الشجر بيناتهم واخر ما رضاش في شكال جاتو وقع اللي وقع الله يرحمه. باش كان نعرف داك السيد الله عمره سلع بوري ظريف ما كيأدي حتى واحد داخل في سوق راسو ما كيكمي ما كيعمل والو بوري هذاك العايد الله يعمره سلع.